ذهبت مستشفى الكفيل عن طريق مراكزها المتقدمة والمتعددة على إقامة ورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات العلمية لتبادل الأفكار والمهارات في الحقول العلمية المختلفة وزيارة الخبرات في هذا المجال بما يصب في مصلحة المريض. الآن المؤتمر طبعا يجمع أطباء من كل العراق وأيضا من خارج العراق للمداولة في آخر التطبيقات بخصوص جهاز البيتسكان. المؤتمر يتناول دور جهاز يسمى بجهاز البيتسكان وهو الفحص الشامل للجسم في فحوصات الأورام السرطانية وفحوصات القلب الوظيفي وفحوصات الدماغ والإدراك ومرض الزهايمر وإلى غيرها. يتناول هذا المؤتمر اليوم تغطية عن نشاطات مركز اللؤلؤة التابع للمستشفى الكفيل، ولخصناها بعدة نقاط بسيطة على عجاله. هي أنه الجهاز اللي موجود في مستشفانا هو الجهاز الأحدث على مستوى العالم والعراق من سلسلة الأحدث من هاي الأجهزة.